برأيك إيش مفهوم الوحدة بالنسبة للناس أو للشباب؟ إنه يكون فيش حدا واقف جنبه. إيش هي أسباب الوحدة؟ مرات بيكون الشخص هو بحب الوحدة، مرات إنه شخص عزيز عليه ترك وراح، يعني أشياء زي هيك. الوحدة، الشخص الوحيد هو شخص بيكون عنده مشاعر معينة وأفكار ومش لاقي شخص يشاركه بهاي المشاعر والأفكار. الوحدة إنه الإنسان يكون لحاله قاعد، ما في حد معه، ما حدا يساعده، ما حدا يدعمه. بالنسبة للوحدة يعني إنه الشخص يكون انفرادي منعزل عن الناس، يكون يعني بحالة بيكون يعني نفسية صعبة جدا. لازم يكون في اشتراك بين الناس، يعني الناس لازم تشعر معه، تمشي معه، تخالطه، يخالط الناس، يأخذ الرأي فيهم، يأخذ رأيهم. مثلا يعني مش حلو الواحد يظل قاعد لحاله. مثلا الوحدة يعني لما الإنسان يكون معزول عن مجتمعه، مثلا بيقعد محل بعيد عن بيته وعن المجتمع اللي ساكن فيه وعن الناس، بكل لحاله، ما في صديق يحكي له يشكي له همه. بتحسي بسعادة لما تفضفضي وتحكي للناس، بترتاحي. راح يتغلب كثير بحياته، لأن الإنسان بطبيعته اجتماعي. مفهوم الوحدة هو يعني عادة إما بيكون صغار السن أو الكبار السن كبير، يعني اللي بيكونوا عايشين بوحدة. صغار السن ممكن لأنه ما حد يقدر يفهمه، والكبير السن لأنه بيستغنوا عنه الناس، فممكن هذول يعيشوا بوحدة. أما الشباب المتوسط العمري بيلاقوا دائما أجواءهم الخاصة فيهم. مين هم الأشخاص أكثر شيء اللي بيعانوا من هالموضوع اللي هو الوحدة؟ الشباب، يعني مفهوم الحب يعني هيك. لا، بحس الكبار في السن. قل لي مين الأشخاص اللي بيعانوا أكثر شيء من الوحدة؟ بالنسبة لي الشباب والأيتام. السبب؟ السبب إنه الظروف اللي هم بيعيشوا فيها. احكي لي برأيك إيش هي أسباب الوحدة؟ طبعاً بيكون الحالة نفسية بالدرجة الأولى. في عندك أسباب يعني بتكون إنه الواحد بيكون مثلاً من صغره مش معود على إنه يكون متعامل مع الناس، ما فيش تعاون، فيش اجتماعيات بينه وبين الناس، فلا هيك بصير المشاكل هذه الستة. طيب قل لي مين أكثر الأشخاص اللي بيشعروا بالوحدة برأيك؟ يعني من ناحية الشاب أكثر. مين الأشخاص اللي بيشعروا أكثر شيء بالوحدة؟ اللي تام لهم يكونوا لأن ما لهم أبو ولا أم. مين هم أكثر الأشخاص اللي بيعانوا من هالموضوع اللي هو الوحدة؟ اللي عنده مرض نفسي أكثر شيء، أمراض نفسية. الأشخاص يمكن بيكونوا المهمومين أكثر شيء. والله صار في كمان الشباب نسبة كبيرة. الوحيدين هم اللي عندهم مشاكل دائما، اللي بيعانوا من مشاكل في حياتهم. ممكن يكون واحد متزوج وبيعاني من مشكلة بحب ينعزل يكون وحيد. ممكن واحد يكون في شغله كمان بحب يكون مش مبسوط مع الناس اللي بيعيش معها بيشتغل معها، هذا ممكن ينعزل ويصفى باسم وحيد. الزواج، تأخر الزواج بالنسبة للشباب، وبسبب يعني أغلبها البطالة، الظروف المادية للأسرة، عدم مساعدة الأهل للشباب الغير قادرين على الزواج. الأصدقاء، عدم الثقة يعني في الأصدقاء، عدم الاهتمام بالهوايات. أسبابها يمكن بوقتنا الحالي الأيام هاي أصبح يعني الانشغالات الناس. يعني قبل ما كنت تلاقي إنه ناس كبار بالعمر أولادهم يتركوهم يعيشوا بوحدة. الترابط كان أسري أكثر، يعني أيام هاي صار انحلال أسري، خلينا نقول يعني إذا جاز التعبير، يعني ممكن يكون هو السبب.